يبقى كلمة لوكيشن، كلمة لوكيشن معناها موقع، لوكيشن معناها إيه؟ موقع. موقع. برافو. كلمة كيلو وات، كيلو وات دي وحدة قياس الكهرباء. لما اجي دلوقتي بتاع الكهرباء يجي يقول لي انا هعرف انت استهلكتي كهرباء قد ايه عشان تدفعي فاتورة الكهرباء، فهو بيقيس الكهرباء اللي انا استهلكتها ازاي؟ بالكيلو وات، يبقى it's a unit measure. وعليكم السلام يا أنسة زوزو. زهراء، ايوه يا ميس. انا بعد كده هدخلك الحصة قبل يا زهراء. انا اللي هخليكي هوست يا زهراء، ماشي ليه؟ ايه ده؟ عشان ما تهربيش مني تاني. ماشي، داخله الحصه متاخر. ماشي يا زوزو. لا عندنا كونكت بلس. ماشي، وانا بعت على الجروب ان عندنا كونكت بلس. اوكي طيب، ركزوا مع ايه هو ايه يا زوزو؟ مش مركزة مع الجروب. مش مركزه مع الجروب. طب انا بقى اللي هتصل بيك انت مخصوص يا زهراء واقول لك ادخلي الدرس، مش بقول لك هخليك انت اللي هوست. ماشي، ركزي بقى يا زوزو. الكيلو وات قلنا it's a unit to measure the electric power، يعني انا لما اجي اعرف انا استهلكت كهرباء قد ايه بحسب الكهرباء اللي انا بعملها بالكيلو وات. اسمه ايه يا اولاد؟ كيلو كيلو وات. وات. برافو عليكم. طيب الووتر ويل، كل اكيد حد فينا في يوم من الايام حتى لو شافها على التلفزيون، شافها على الانترنت، شاف حاجه اسمها ساقيه. ساقيه بتبقى عباره عن عجله كبيره جدا جدا بتقلب الميه. حد فيكم شافها قبل كده؟ أنا شفتها. جت اكيد في التلفزيون، في فيلم، او شفتوها على النت. اسمها ووتر ويل، بتبقى عباره عن عجله كبيره جدا وجواها باكيتس، جواها باكتس يعني جواها جرادل. بتعمل ايه؟ بتجيب الميه من الترعه اللي تحتيها او التانل اللي تحتيها، النفق اللي تحتيها، والناس تستخدم الميه دي. اسمها ايه؟ ووتر ويل. اسمها ايه يا اولاد؟ ووتر ويل. ووتر ويل. ووتر ويل. تمام. الاكسبريشنز اللي عندنا النهارده ان انا لما احب اوصف حاجه زي ما خدنا قبل كده more than يعني أكتر من، more من than يعني إيه؟ أكتر من. أكثر طيب من برافو. make electricity يعني يولد كهرباء، إحنا مش بنعمل الكهرباء، إحنا generated، إحنا بنولد كهرباء، يبقى make electricity يعني يولد كهرباء. طيب change to، change to يعني يتحول. برافو، يتحول إلى. طيب ميكانيكال انرجي، ميكانيكال نقولها بقى مع بعض، ميكانيكال. ميكانيكال لا أنا سامعة صوت ميكانيكال واحد. أه أنتوا نمتوا ولا إيه؟ ميكانيكال ميكانيكال. ميكانيكال برافو، ميكانيكال ميكانيكال انرجي يعني طاقة ميكانيكية، اللي هي طاقة بتشتغل بالحركة، ميكانيكية. طيب come up، come up يعني ايه؟ يرتفع. ايه ده؟ ده كلمة come يعني تعالى. طب come up لما جت جنبها كلمة up بقى معناها يرتفع، يعني حاجة بتطلع لفوق. come up يعني ايه؟ يرتفع. يرتفع. طب لو شلت كلمة up وحطيت from، come from، لا يبقى معناها ده جاي من مكان. I come from school، أنا جيت من المدرسة، أو I came from school، أنا جيت من المدرسة. يبقى come from يعني يأتي من، لكن come up يعني يرتفع. طيب لو قلت stop from، stop from يعني يمنع من. لو أقول لك إيه؟ I stopped him from burning the مثلا the home أو the house، أنا منعته إن هو يحرق الإيه؟ البيت. I stopped him from hurting himself، أنا منعته من إن هو يؤذي نفسه. يبقى stopped from معناها يمنع من. stopped from يعني إيه؟ يمنع يمنع من. من
برافو. The location of، كلمة the location of زي ما قلتها لكم معناها موقع، يعني زي ما احنا بنطلب اوبر كده ونقول location of، اللوكيشن اللي احنا واقفين فيه، يعني المكان اللي احنا واقفين ايه فيه. water tunnels يعني انفاق ميه، يعني اماكن محفورة في الارض بتبقى مليانة ميه، حفر كده مليانة ايه ميه، اسمها water طيب tunnels، اسمها water ايه tunnels، تمام. water ايه tunnels. برافو عليكم. طبعا making food يعني يصنع الاكل او يعمل ايه الاكل. تمام يا ولاد. طيب تمام. قلنا النهارده ان الدرس بتاعنا النهارده عن reading a report، writing a report. يعني ايه report يا ولاد؟ يعني انا دلوقتي مثلا المدرسة بتاعتي قالت لي انت هتروحي رحلة لمكان معين زي مثلا الهاي دام، السد العالي، بس على شرط بعد ما تيجي من الرحلة دي تكتبي لي ريبورت عن ايه اللي انت شفتيه هناك، ايه اللي اتعلمتيه، ايه اللي لاحظتيه. يبقى الريبورت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن موضوع انا بكتبه وبكتب فيه معلومات عن مكان معين او عن موضوع معين، وانا لازم اكون كاتبه حاجات ليها علاقه بالموضوع ده ومعلومات عن الموضوع ده علشان اللي يقرا المعلومات دي يفهم انا كنت فين او انا بتكلم عن ايه. فالريبورت بتاعي is a way to give information، هو طريقه انا بدي بيها المعلومات عن حاجه معينه، about a topic، انا بديك معلومات عن حاجه معينه. It often has these features. يعني إيه؟ دايماً بيكون شكل الريبورت غالباً شكله بيكون عامل إزاي؟ أول حاجة ليه تايتل، أول حاجة ليه عنوان، اللي هو بيقول لي أنا كاتب الريبورت ده عن إيه؟ يعني لو أنا رحت السد العالي وقالوا لي اكتبي ريبورت عن السد العالي، يبقى التايتل بتاعي هيكون The High Dam أو Visit to the High Dam، يبقى رحلة إلى السد العالي، او ممكن اكتب ذا هاي دام السد العالي. لو قالوا لي مثلا ان انت هتعملي تقرير عن الهايدرو الكتريسيتي، الطاقه الكهرومائيه، يبقى التايتل بتاعي هقول ذا هايدرو الكتريسيتي، الطاقه المائيه. تمام كده. طيب ايه تاني تمام. لازم يكون موجود معايا في التقرير؟ فوتوز. هو انا دلوقتي لو جيت قعدت احكي لك عن موضوع، احكي لكم كده عن موضوع والموضوع ده ما فيهوش اي صور، هل هتتخيلوا انا بتكلم عن ايه؟ لو انا قلت لكم مثلا انا رحت السد العالي واتفرجت على كذا واتفرجت على كذا واتفرجت على كذا وما وديت لكمش اي صور، هتعرفوا انا بتكلم عن ايه؟ لا لا يبقى الريبورت بتاعي لازم يكون فيه فوتوز. ليه بقى؟ It's illustrated. Illustrated to understand. بس ما فيش صوت. teacher. teacher مس المس خرجت. ايه